حق المواطن في التظاهر حق محطوط في الدستور. مشروع. حتى مشروع، حتى واحد ما عنده الحق يجي اليوم يحبسنا. واليوم جاو اون فورس، نو سولمون رفدوا الرفيق سمير العربي، مي راهم حبوا يلعبوا معانا كي الفار وكي القط في بلادنا. حنا قلناها البارح، اليوم اوني با تري نومبروز، ما راناش بزاف، بصح غدوه نعاودو نوليو. حنا ما عندناش شغل خاوتنا، هذه هي الشغل ديالنا. شاك عشيه نتلاقاو، الا عجبتنا نقعدو في هذا البلاصه، نقعدو هنا، نقعدو ليه. الجزائر ديالنا حنا تاني، ماشي بلادنا ونديرو راينا. بلاد بلادنا ونديرو راينا. On a organisé cette rassemblement aujourd'hui justement, c'est par rapport à un soulèvement de l'État, on ne sait pas ce qui n'est pas compris, pourquoi à Alger, pourquoi à Asima, interdit des rassemblements de la démarche de semaine. نديرو راينا سي لا كي نتاع الحركه هذا مجتمع وقت نحب يو د د د بعثونا لا بوليس اللي نزون اريتي. وانا نشكر جميع يعني المناضلين والمناضلات، يعني المواطنين انونيم اللي جاو لهنا يساندوا. وانا هنا معكم مازال نكملوا في النضال تاعنا حتى يسقط النظام، حتى نديروا مجلس تاسيسي السيد باش نديروا تغيير. يعني صادر اس 3 سوسيو ايكونوميك اي توت لي ليبرتي ديموكراتيك.